بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت بوجودي معكم اليوم النهاردة في اجتماع النقباء الفرعيين بنقابتي جنوب وشمال أسيوط بمحافظة أسيوط. بتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدين النقيبين أحمد بيه بدراوي ونقيب محمد الجاحر نقيب جنوب أسيوط ونقيب شمال أسيوط، والسادة الأعضاء مجلسي نقابتي أسيوط. صراحة يعني دي سنة حسنة استناها السيد النقيب العام أستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب في الاجتماعات اللي بتتعمل بشكل دوري مع النقباء الفرعيين، ودي يعني سنة حسنة بيجتمع فيها النقباء الفرعيين بيتناقشوا فيها في كافة الموضوعات الخاصة بالعمل النقابي وبالنقابة وكيفية ممارسة المهنة في كل المجالات اللي احنا بنعمل فيها ومع جميع الجهات اللي بنتعامل معاها، ودي سنة حسنة ان شاء الله تستمر للاجتماع بشكل دوري مع النقباء الفرعيين كل في محافظته. هو طبعا اللامركزية دي حاجة جميلة، انا بشكر عليها السيد النقيب العام الاستاذ عبد الحليم علام، لانه برضو النقابة الفرعية شخصية مستقلة لها كافة الاختصاصات الموجودة للنقابة العامة، فان هي النقابة الفرعية تمارس كل أنشطتها وتمارس أعمالها من خلال مقرها، فدا شيء حسن نشكر عليه الأستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، لأنه برضو اللامركزية يعني دي حاجة حسنة كويسة بالنسبة للمحامين في بعد المكان، المحامي اللي بنتقل بيجي من محافظة تانية عشان يختم مستند أو يختم شهادة أو يختم استمارة بطاقة، فده إنه هو يبقى موجود استخراج كرنيه وبطاقته وكل المتعلقات الخاصة به والشهادات من النقابة الفرعية، فده شيء حسن وشيء كويس بيوفر على المحامي.